ويا اسرع طريقه تعرف الحصان انجرح فيها من فم الحصان من فم الحصان شدوق شدوقه وزلوقه بسنافل او حتى الفك او استمرت بالهم او اي شكيمه. يبغى تعرف ان اللي حاصل من الشكيمه نفسها والعسر واستعمال القوه من الشخص او من وضع ما له علاقه بالقوه واستعمال القوه بقدر ما انه له علاقه بالاوامر اللي تعطيها الحصان. وصادف ان اثناء اعطائك له للاوامر كانت الشكيمه مثلا داخله بفمه او كان عاطفه فجرح نفسه او بس وضع سنافل انه اصلا حصان فلهم فيحتاج الفلهم اكثر من سنافل الفلهم مريح له. اذا كان الجرح منك انت كشخص يركب خطا او شكيمه سيئه معناته انه يحصل من سند يكون هذا بالحصان ما يوقف شعبط ينجرح ماشي مسار يتفلت تحاول ترده ينجرح يكون مرتبط بموضوع انك تجرب اتجاهك ويقاومك. اذا هنا الحصان يستعمل القوه انت قاعد تستعمل القوه فانجرح وهذا سيؤدي الى فقدان التحكم فيه. لا يمكن تلقى حصان مجروح من الشكيمه والسبب هو الشكيمه او الراكب تتحكم فيه صار توقف صار ترجع وراه تلقاه يقاوم صعب جدا حتى يوقف. يعني الجرح من استعمال القوه ادى استعمال القوه الى ان الحصان يحوسك. بينما لما يكون الجرح من تحكم وصادف ان اثناء تحكمك الحصان عض الشكيمه وجرح نفسه او ان حصان بلهم وتراكب سنافل وسنافل زلغ صدوقه الى اخره تلاحظ انه ما له علاقه بالرد. الحصان يمشي معك بالضبط زي ما تبغى توقف اصبعك لا علاقه بالتحريك. يعني تكون مثلا تراكب الحصان مسار وقاعد تصحيه من الخبر او قاعد تصحيه الهد او مثلا عسيف حاول يحرك اي لا اخره فانت قاعد تحرك اتجاه حصان يمين يسار تغير اتجاهه. اثناء تغيير الاتجاه هذا اثناء اثناء تحريك صادف انه كان عض الشكيمه فاثناء العض انت مثلك فرضا او اثناء العض انت وجهت او اثناء العض انت فرضا حطيت تكه او امر تحريك فصادف انه الشكيمه بفمه جراحه سنه او جراحه انسان الى اخره. هنا ما له علاقه بالاستقبال القوه لك اصلا اثناء وصول الجرح ما كان في جر باتجاهك بدل ما قاعد تحرك اصلا. يعني هو بالجر هو جر مما يؤدي الى التحكم مجروح لكن متحكم سواء زلغه او سدد عفوا مزلوق او فمه. اذا ما له دخل باستقبال القوه واخذ قاعده عكس المتوقع تماما لما يكون الحصان اللي تستعمل معه جهه الطريق الى مدى الحصان اللي تستعمل معه القوه ينجرح تفقد التحكم فيه. الحصان اللي تستعمل معه الركوب الصحيح صادف ان ينجرح مو من قوه من زي ما قلت عطش قيمه الى اخره يتحكم فيها بينما هذاك ما تحكم فيه. اذا كيف يقال مع الوقت ان الحصان متحكم فيه باستعمال الشكيمه القويه او الشكيمه الحاره او الصداره الى اخره؟ الواقع ان كل ما استعملت القوه فقدت التحكم فيها من اكبر التناقضات اللي لاحظها عندها الخير. يا انت وياه متفقين اتفاق كلي على ان باختصار الحصان كل ما استعملت القوه معه فشلت في التحكم فيه وكل ما قل استعمال القوه تحكمت فيه. ثم اول شيء يقال لك لما تتحكم بالحصان محاوله البحث عن عذر وربطه بالقوه فرضا ان الصداره هي تحكم بالحصان او الاعلام تحكم الشكيمه تحكم بالحصان او الشخص قوي تحكم بالحصان الى اخره والحصان خايف منه وتقول تقول استعمال القوه سيؤدي لفقد التحكم. لكن يمكن صح ما عندك انا الصداره او الصداره الى اخره ما يقول تحكمت فجاه قوه الصداره تحكمت ثم اجي اقول لا الوقت ما تحكم انت تحكم بالحصان. لكن اقول الحركات اللي تبغاها كشكل فرضا تبغى التقويس اللي جاب لك التقويس الصداره ما تحكم عند الحصان مثلا يشنع مثلا يحوسك التقويس نفسه ما تجي بدون صداره كانك سرج وقت تحكمت ثبتك على حصان السرج ما تقارنها بواحد اللي تحكم بالحصان الشكيمه اللي تحكم بالحصان الصداره اللي تحكم بالحصان العصا. حتى العصا وهي عصا ما تحكم بالحصان نعم حركته بس ممكن التحريك تحكم صار يحرن حركته بعصات عقب ما تحرك راح وقمص وانطلق وين التحكم؟ فالتحكم يقصد فيه انك تبغى تحصل على نتيجه معينه لم تحصل عليها الاعداد جابت لك اياها. النتيجه هذه لابد تكون مرتبطه بالتحكم مثلا زي السرج انت تبغى تثبت ما ثبت ركبت السرج ثبت نعم هذا مو تحكم انا اصلا النتائج تحكم انا حصان ينطلق ابغى اوقف بسهوله ويستمر ويوقف معي بسهوله متى ما اردت هذا اللي ساعي هذا ويا ريت طمر الجبل تعلم من الكبار. ابغى ارد الحصان عن الانطلاق ومع الوقت ما ينطلق لا يمكن تجيب الا عن طريق دقه اليد. ابغى احرك حصان حرون ويصير مع الوقت ما عاد يحرن وانا اللي احركه ما حد يحركه غيري ما يمكن تجيب الا عن طريق دقه اليد. لكن لما تقول حصاني حرن بحركه وطز اذا تحرك خلي يروقه يقمص يسوي اللي يبغاه تقدر تسيب العصا. حصان ما يقوس تبغى يقوس سواء انطلق ولا ما انطلق ما تفرق معك كان في يقوس تجيب صداره. فانا لما اجي اقول التحكم ما له علاقه بالادوات ما يناقض كلامي لما انتقد بعض الادوات. انتقادي لها قصدي في الطريقه اللي تجيب المطلوب بدونها لا يمكن تقارنها بطريقه ما تجيب المطلوب الا بها.
ثانيا الطريقه اللي ما تجيب المطلوب الا بها منك انه مطلوب التحكم، المطلوب حركات معينه، لكن نفس الحصان المركوب بالادوات ذا لما يجي وقت الجد ما يرده. هل في طريقه تعتمد على مهمات اعتماد كلي وقت الاختلاف ترد الحصان؟ ما في. هل في طريقه وقت الانطلاق الحقيقي ترد الحصان رد حقيقي عن طريق العصا والسرج وغيره؟ ما في. فالفكره باختصار الاساس موضوع الحصان خايف منه، قادر على وعلم اني انا اني كنت رايح ومن كنت رايح انه يستمر يلحق فتره طويله، واذا استمر مسوي خايف منها زيت فتره طويله. انا اذكره يعني أنا اللي أرادك مو بنت اللي وعفا أني موخر عن الشيء هذا، مو بنت اللي رايح أو فارض علي منحاش عنه. مرات مثلا الكلاب أو حتى الإبل مرات خايف من الإبل الجاية له تلحقه وانت رايح عنه، صعب زي الموية لما يخاف من الموية أو يخاف من طين وينحاش عنه، ثم أنت أصلا صادف أنك ما تبغى تروح له فأنت يوافق اتجاهك اتجاهه، سيعتقد الحصان هنا مع الوقت انك هاج عنه، مو مثلا انت برات ترد لو حاول ينطلق، بس انك نفسيا يبدا يحس انه من حقه فعل الشيء هذا، اني نفسيا افرض عليك الهروب. لا انا اللي قررت اني اروح هنا، بس صادف انك وضحت انك خايف، خلاص بدل ما اني خايف ارجع الشيء. هو المقصد انك تلحق الكلب، المقصد انك تلحق انك تفكر الحصان قادر على الشيء. موضوع الكلب هذا طبيعي غريب انه تحمل عليه يلا تتركه يلا، طبيعي انه يترك المكان. اذا انحشت عنه لحق، واذا جيت انحش. رجوع للموضوع وضعي، اقول ادوات ثمتها صح فهي صح، ثمتها خطا فهي خطا. التحكم او عدم التحكم للراكب، بس الادوات لا تمدح الاداه، لكن لما انتقدها ما انتقدها هي كادات، ولا انتقد حتى استعمالها بطرق اخرى. اقول اللي يستعملها للحصول على شيء معين انا احصل عليه بدونها ما راح يفيدني في طريقتي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اللي يستعملها ما اعتمد يتحكم بالحصان بدونها، ولما يركب فيها لن يتحكم تحكم فعلي وقت الجد فيها. بمعنى اللي ما يقدر يسوي شيء معين بدون السرج ما يقدر يثبت بدون السرج، فاستعمل السرج للثبات، يجي وقت الجد اختلاف حقيقي يطيح مع السرج. ذاك اللي ركب الصدارة ما يقدر يجيب الوضعية اللي يبغاها في ركوبة إلا بصدارة، لما ركب الصدارة 12 أيام مؤقتة وقت الجد صار بياخذ منها الوضعية هذه، فما راح يفيدني وقت الجد. فمو بانتقاد للأداة أو حتى استعمال الأداة، المقصد توضيح أن استعمال الأداة والحاجة لها تدل أن طريقة الركوب هذه ليست في مستوى طريقة الركوب اللي ركب فيها فقط، لكن أنا كلامي لما يجيك وعدوك التحكم تم من استعمال القوة، التحكم تم من الشهيمة، التحكم تم من المهمات، التحكم تم من العصا، التحكم من السرج، والتحكم فعلك، التحكم شكلي الشخص بالحصان بصبعه. اعرف أن هذا الشخص جاهل أو متجاهل في الخيل، لأنه يناقض نفسه، مو بيناقض الآخر، يناقض نفسه. يعني اجلس معه قل له القوة فما خيلك، لا، كل ما استعملت القوة مع الخيل بتقاوم، نعم، كل ما استعملت القوة مع الخيل بتثقل قوتها، نعم. طب ايش بعد نص ساعة بيقول لك التحكم بالحصان له علاقة بالشكيمة والصدارة أو العصا أو إلى آخره، يناقض نفسه بنفسه من نص ساعة.